أخيرا أغنية الأسبوع يرويها لكم كالعادة العرفج، ولكن قبل أن يرويها نستمع إلى قليل منها حسب طلب الدكتور أحمد. يا رفيع التاج من آل سعود، يومنا أجمل أيام الوجود، موكب الخير من البيت العتيد، جاء يختال على النيل السعيد، فصحت مصر مع الفجر الجميل، تنثر الوردة على كل سبيل. يا رفيع تفضل يا دكتور. من آل شوف يا ابو سعد، هذه الأغنية يعني اخترناها ما أشبه الليلة في البارحة، الناس تترقب هنا زيارة خادم الحرمين الشريفين والدنا الملك سلمان إلى مصر بعد أيام، وأول زيارة حصلت للملك عبد العزيز، وأول مرة أصلا الملك عبد العزيز طلع خارج المملكة عام 1946 وكانت لمصر. لما جاء لمصر الناس يعني كان في صدى شعبي كبير احتفاء بالملك وفرحة بقدوم الملك على مستوى الملك فاروق وعلى مستوى الشعب، فما حبوا أن المناسبة تمر بهدوء كذا، فاختاروا أفضل شاعر وهو الشاعر صالح جودة، وهو من يجيدين الشعر ويجودونه أيضا، واختاروا أيضا ليس أي موسيقار يلحنها ويغنيها بل محمد عبد الوهاب، وهو كان من سلاطين الطرب آنذاك. وفعلا تمت الأغنية على مقام حجاز احتفاء بالملك الذي هو ملك المملكة التي جزء منها الحجاز، وأديت الأغنية ولقت نجاح. ومن الغريب أيضا أن كل هذا العمل حسب ما سمعت ما كلف 10,000 جنيه، 10,000 جنيه الآن ما تقدر تشتري فيها، ولكن ذلك الوقت كان شيء كبير، لكن قيمة العمل أكبر من أي شيء الحقيقي. نعم نعم، شكرا لك نعم دكتور على هذه الالتقاطة. كان طلب صغير فقط، تفضل. طلب صغير بسيط يا أبو سعد، أنه روتان أتمنى تعيد تجديد الأغنية بصوت آخر حتى تتلقفها الأجيال المقبلة إن شاء الله. نعم سيحدث بعون الله. شكرا لك يا دكتور على هذه الالتقاطة الجميلة التي توقيتها في غاية في الروعة، نلقاكم دائما في أمان الله. أتول من عند الرسول.